صباح الخير. نحن اليوم بموضوع مشاركة المرأة بالحياة السياسية، وهو موضوع كتير مهم بالنسبة لحقوق المرأة. تاريخيا هذا الموضوع كان على رأس جدول الأولويات، لكن لم يتحقق هذا الأمر إن كان بإقرار قانون للكوتا النسائية أو غيره من القوانين التي تحفز المجتمع على تمكين المرأة من الوصول إلى مركز القيادة السياسية. لذلك مثلا بنشوف انه عدد النواب النساء في البرلمان اللبناني اليوم 8، عندك اخرين هن ذكور. هنالك تقدم يعني بسيط ولا يذكر بالنسبه لتبوء السيدات سدة النيابة، وكذلك الامر بالنسبه لتبوء السيدات سدة المسؤوليه الوزاريه او الرئاسيه. ولذلك اهميه موضوعنا اليوم، نستضيف في حلقتنا اليوم بالترتيب، سنتحدث أيضا مع السيدة جوال بوفرحات، النائب الدكتورة غادة أيوب، كذلك الأمر مع النائب الدكتورة عناية عز الدين، وأيضا النائب الدكتورة نجاة عون صليبة اللي بتكون معنا عبر الأونلاين، أيضا السيدة والوزيرة السابقة فيوليت خير الله الصفدي. صباح الخير للجميع. هذا موضوع عزيز على قلبي وعلى قلبكم، خصوصا كلكم في النضال بهذا الأمر. نبدأ مع الست جوال اللي معروفة بنشاطها في المجتمع المدني، تحديدا في منظمة الفيفتي فيفتي، هي رائدة في العمل من أجل الكوتا النسائية، هي فعلا مؤسس لهذه الجمعية الناشطة والمدير التنفيذي لها، وتمكنت مع عدد من الجمعيات الأهلية في البلاد وأيضا بالتعاون مع عدد من منظمات غير حكومية في المجتمع الدولي أن تحفز على فكرة النضال السياسي للمرأة وتمكينها من تبوء المناصب اللي بتستحقها في المجتمع. أهلا وسهلا فيك ست جوال. حابين نعرف، لأنه فعلا عندك تجربة في المجتمع المدني، ما هي الخطة التي تعمل عليها الفيفتي فيفتي في سبيل تفعيل وجود المرأة السياسي إن كان في البرلمان، وعرفنا كذلك عندك هلأ مشروع بيتعلق بأيضا سائر مستويات المشاركة السياسية والمدنية حتى للمرأة مع البلديات وغيرها من الكوادر المجتمعية، ممكن تحكينا عن هالتجربة؟ نعم، شكرا أول شيء، وبشكر ست ماشي ضياء ومعالي الوزيرة ماشي ضياء، وبشكر يعني وجودي معكم. الحقيقة أنا مسرورة جدا. اللي بدي أقول لك إيه، الخطة هي سهلة جدا، بكلمة واحدة، هدفنا زيادة عدد الستات في المجالس السياسية، مجلس النواب، مجلس الوزراء طبعا والبلديات. ولنوصل لهالشيء هيدا في خطوات بدنا ناخدها. هلا الأساس هو زيادة عدد النساء أولا في ترشح، مشان هيك نحن دائما بنقول يعني بين ترشح، تنقول انتخابات نيابيه 2018 و2000، خليني بلش 2009 كان في فقط 12 امراه مرشحه، 2018 صاروا 113، و2022 الانتخابات الاخيره كان في 157 سيده. اذا العدد الكبير يلي بيفرجي انه هو فعلا جاهز ليفوت على المعترك السياسي، هيدا كثير مهم ومهم للراي العام. اذا هيدي اول نقطه، تحفيز السيدات. ثانيا دعمهم واعطائهم كل اذا بدك التقنيات الجديده وخلق بيئه حاضنه لهالسيده لحتى تقدر تكون مرتاحه بالترشح تبعها وتكون جاهزه، وتكون جاهزه لكل التحديات، لانه للاسف وهلا طبعا الستات بخبرونا التحديات للمراه بلبنان بعدها كثير كبيره في السياسه، بغض النظر طبعا انه هن نشيطات وفاعلات وشجعات، ولكن تحديات كبيره. اذا استقطاب سيدات باكبر عدد ممكن، وهون بدي اعطي مثل صغير، نحن هلا عم نشتغل على كوتا للبلديات. نحن اذا بدنا هذا اللي لمحت لك له 50% كوتا بلديات، نحن بحاجه تقريبا لحوالي 12000 سيده لتترشحوا. فبنرجع بنحكي بالتفاصيل، بس اللي بدي اقول استقطاب سيدات، دعمهم وطبعا مواكبتهم بعملهم قد ما نحن بنقدر لحتى نضلنا خالقين هالبيئه الحاضنه ونشجع غير ستات لحتى يكونوا موجودين بالسياسه. ست جوال، انا لقيتك وتابعت موضوع المشاركه من قبل الرجال في هذه الحمله حقيقه، وكان في يعني مشاركه لا باس بها ملحوظه على المستوى التحضيري، انما على مستوى صدق النواب في دعم الاقتراحات اللي بتقدمي فيها،
هل هذا موجود؟ خلينا نحكي بصراحة، ما هي الأسباب التي يدلى بها؟ وفعلا هل يقرنون الفعل بالقول عندما يطرح الأمر على التصويت أو على طاولة؟ طبعا ما حدا بيقول لا من الأول، دايما في إيجابية بالتعاطي. للأسف نصطدم أنه بأمور تانية ما عم يخبرونا إياها، ليش ما بدون الكوتا وليه ما حابين يقروا الكوتا، ولكن هيدا تعودنا عليه شوي قبل، وهلأ عم نحاول ناخد خطوات تانية تجاه هالموضوع لنفوت أكتر بالعمق. يعني اليوم مثل ما قلت وعم نقول كل هالفترة هيدي، دقينا ناقوس الخطر، ما بقى فينا نسمح لحالنا. لبنان بدنا نرجع إعادة إنهاض لبنان بمكون واحد هو الرجل. نحن بحاجة إلى زيادة مكون المرأة والرجل. إذن كتير مهم نفوت بالتفاصيل مع كل الكتل النيابية والأحزاب وندرس فعلا هالاقتراح اللي تقدمنا فيه. بس بهم تقييمك عمليا، شو كان تقييمك بالمباشر عندما بتحكي معهم وعندما بتوصل الأمور للطاولة أو للإقرار؟ يعني كان في، إذا بدك، كان في نوع من أسف يعني على الموضوع، لأنه ولكن تعودنا، هيدا شيء طبيعي ولازم نحن نلاقي حلول نحن كمان لحتى نقدر نوصل أكثر بعد باللوبينج تبعنا لحلول تقدر توصل المرأة إلى مراكز القرار. وهيدا منه هين، منه سهل. نحن صرنا 10 سنين تقريبا عم نشتغل على الموضوع، وأنا حاسة إنه قريبا إن شاء الله، ولكن في شغل بعد بده ينعمل. يعني عندك رضا أو عدم رضا على فعلا مثابرة اللي بيقولوا لك دعمناك بهالاقتراح روحي فيه للآخر؟ أنا بعرف أنه بعد شوية رح نوصل لمعالي الدكتورة عناية اللي هي تقدمت بالاقتراح فعلا وقارنت القول بالفعل وقدمت هالاقتراح، صار موضع بحث. هلأ البحث إذا كان جدي أو لا أقر أم لا أمر آخر. أنا بهمني يعني توصفي لي هل فعلا الأسباب اللي كانوا عم يدلوا فيها هي أسباب حقيقية؟ هل هي موانع جدية؟ هل في أمر آخر يعوق انه هن يصوتوا على هذا الاقتراح؟ مثلا بدي اعطيك امثله، هل بيعتقدوا مثلا هن باحزابهم لافترض كتالهم مش قادرين يكون عندهم ترشيحات كافيه نسائيه؟ كل اللي ذكرته وارد. عم بحكي عنك بحس. كل اللي ذكرته انت اكثر العارفين، قد ما عندك بعد شغل انت اكثر العارفين. انا بفهم كل اللي ذكرته وارد، المحاذره اللي عم تقومي فيها ربما التحفظ لانه بعد عندك شغل معهم، بس بتأمل يمكن الرسالة تكون وصلت من حيث أنه ضرورة يكون في صدق عندما بيقولوا داعمين هالاقتراح. هيدا الشيء نشوفه بالتصويت. نحن معولين كمان على 8 ستات الموجودين اليوم بالمجلس النيابي حتى هن كمان يمسكوا الموضوع وياخدوه بإيدهم ويساعدونا بهالشغلة. أكيد مع طبعا رجال داعمين إلى جانبهم، أكيد في رجال كتير داعمين للقضية، فإن شاء الله خير. نحن معولين على مؤسسة ميش دياء يلي نعم. حقيقة ما حبيت نعم. توصل الصوت على الطريقة التقليدية إن أشكرها بالبداية لأنه ما بدنا نتزلف، لكن فعلا وجود وحضوركم اليوم وقيام هذه الحلقة النقاشية بهذا الشكل يدفع قدما باتجاه إقرار مثل هذه القوانين اللي هي إصلاحية فعلا، مش بس الأمور الاقتصادية، هي أمور إصلاحية بعتقد. عندك شيء تضيفي قبل ما انتقل لسعادة النائب الدكتورة غادة أيوب اللي هي فعلا أكيد غنية عن التعريف كونها أيضا من المناضلات، لكن هي عضو أيضا في مجلس النواب اللبناني من اللي ذكرتيهم، وهي عضو في لجان في المجلس النيابي أبرزها لجنة الإدارة والعدل. يعني أنت بالمطبخ التشريعي الأساسي، فضلا عن كونك مستشارة بالأساس لعدد من الهيئات المدنية ومحاضرة في الموازنة العامة والقوانين الضريبية وحتى في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهذا بهمنا أيضا، بالجامعة اللبنانية من سنة 2008 ورئيسة قسم القانون بكلية الحقوق بالجامعة اللبنانية الفرع الثاني، إضافة للعديد من المناصب اللي شغلتيها. بهمني بالبداية ليك أخذ رأيك هيك بموضوع الصفة التي تحملينها. هذه الصفة النيابية طبعا منطلقة أيضا من عمل حركي أو نضالي أو اجتماعي. بتعتقدي وجود المرأة في الأحزاب من شأنه أن يقوي أو أن يدعم موقفها في المجلس النيابي بإطار كتلة حزبية وازنة لإيصال الأفكار التي تناضل من أجلها، أو بتعتقدي من الأفضل تكون ربما بمواقع مستقلة أو مواقع إفرادية كنائب مستقل؟ شو الميزة اللي بتعطيها الكتلة النيابية السياسية أو الحزبية اللي بتكون فيها؟ وأيضا ما هي العوائق
من وراء ذلك؟ يعني بهمني نضيء على الجهتين. أول شيء اليوم عادة كانوا النساء يزينوا الحلقات، اليوم أنت مزيننا، وخصوصا أنك كمان مرجع ومواكب كل النشاط التشريعي بمجلس النواب من فترة كبيرة لهلأ. وأكيد هاي وجود المرأة بالسياسة في له كتير تحديات، وبعد في كتير عقبات أمامها يمكن تنكون نوصل للمناصفة الحقيقية. لكن فعليا اليوم وقتها تنفصل نحن بمرحلة معينة، وقتها ترشحت ووقتها صرت نائب بالبرلمان اللبناني، مع أنه صرنا عم نستعمل كلمة نائبة بغض النظر عن إذا نحن نفهمها باللبناني إنها مصيبة ولا لا، بس عم نستعملها وين ما كان بعتقد كلنا سوا كنائبة مش بس نائب. فبفترة الترشح تنفصل كيف بتكون المرأة، إذا مستقلة ولا مدعومة من حزب ولا حزبية. أكيد أنا مني حزبية، فترشحت كمستقلة مدعومة من القوات اللبنانية، وكان بهيدا الترشح بكل لكن بكتلة طبعا. نعم، بس من بعد ما انتقلت، هذا اللي عم فسر لك بالفرق، هي أنه كان عندي كل التأييد وكل الدعم من الرجال ومن النساء اللي هن حزبيات ولا حزبيين، وكمان من المجتمع المحيط كان في كتير تقدير لوجود سيدة عم تخوض غمار السياسة ومنها جاية بباجاج سياسي حزبي يعني كادري. ومن هون وقت انتقلت الى الندوه البرلمانيه، لا اكيد وجودك، وجود السيده بكتله وبحزب عنده كلفه التمثيل والقدره انه كمان يساعدها بقيامها بدورها، هو يعني فعل بقويها وبقوي حضورها. وهون بدي اشير، كل امراه تخوض معركة الانتخابات سواء بالبلدية ولا بالنيابة ولا بحي بأي قطاع آخر وبتنجح، أنا برأيي بتكون عم تفتح الأبواب أمام كل السيدات اللي بدون يخوضوا يرجعوا غمار هالمعركة. لكن إذا وصلت أي سيدة كمان وما كانت على قد المسؤولية والكفاءة والقدرة أنها تشتغل بمطرح من المطارح، بتكون عم تضرب كمان وصول باقي النساء، لأنه بتصير هي المثل العاطل ولا المثل الصالح لأنه تقدر توصل للمرأة. مسؤولية. وهيدي هي المسؤولية اللي يمكن محطوطة على عاتق المرأة أكثر بكثير من على عاتق الرجل، لأنه اليوم عندنا 128 نائب بالمجلس النيابي، في 8 نساء فقط. كل الإضاءة هي على السيدات، إذا عم يوصلوا ولا لا، إذا عم بيوصلوا الرسالة ولا لا، إذا عم بيقوموا بدور ريادي ولا لا، بينما في 120 رجل موجودين ما عم بيتم تقييم دورهم وهل هن قد المسؤولية ولا لا. فإذا من هون منشوف أنه في بعد كتير نضال بده ينعمل لوصول المرأة للي بتستحق. وهون أنا يمكن ما كتير بروح على قصة أنه حيالله مرأة أو أي امرأة لازم تكون بمجرد أنها أنثى، لكن فعليا المرأة الكفوءة والقادرة واللي عندها كل الإرادة والرغبة بأنها تخوض غمار سواء الشأن العام أو الشأن السياسي أو بالنطاق المحلي كبلديات لازم نشجعها. والتشجيع ببلش رح نحكي فيه بعدين، برأيي هي إعطائها فرصة إنها تأخذ شهاداتها الجامعية، يكون عندها قدرة استقلالية اقتصادية ومادية تتقدر تكون عم تحمي حالها، ويكون عندها الحماية الاجتماعية المناسبة تتنتقل من بعدها تكون بأي قطاع تاني. مهم كتير دكتورة غادة الإضاءة اللي عملتيها على موضوع المسؤولية من وراء تبوؤ المرأة سدي نيابية أو قيادية مهما تكن، لأن الإخفاقات تسجل عليها والنجاحات لها، لكن أيضا تنسحب على شؤون وحقوق المرأة في لبنان عموما. هون بدي أسألك حقيقة، لأنه بهمنا نعرف كونك نائب وصل جديد على المجلس النيابي، وصلت جديد، شو هي الأفكار اللي بتحمليها مجددا لضخ المطبخ التشريعي بأفكار من أجل مساندة حقوق المرأة من حيث اقتراحات القوانين وتفعيل مشاركة المرأة خصوصا بالحياة السياسية؟ في عندك شيء هيك خارطة طريق حاطتيها من حيث الأفكار اللي بتريدي توصليها؟ بوجودي بلجنة الإدارة والعدل عادة عم بيكون اقتراحات القوانين اللي عم تتقدم بشأن المرأة هن عند رئيسة لجنة المرأة وصلنا والطفل. لكن فعليا
فينا نقول أنه صار في على مدى فترة كتير كبيرة صار في عدة قوانين تنصف المرأة. أنت عندك سواء أفكار سواء هي أنه تقدموا كالعنف الأسري وغيرها. في كتير اقتراحات قوانين هلأ عم تندرس. صحيح. اللي هي إلى علاقة بمنع زواج القاصرات وإلى علاقة هلأ عم يرجعوا يطرحوا علينا كمان بس بعد ما طلعت عليه واللي هو قانون الأحوال الشخصية الموحد. كمان في القانون اللي موجود اللي هو بالنسبة للاغتصاب. فغير غيرهم من القوانين هن كمان بكتلة الجمهورية القوية تقدموا فيهم نائب جورج عقاس نائب ستريدا جعجع ولا غيرهم موجودين وهلأ عم ينطرحوا. أنا أكيد أني بدي كمل إذا بدك وبدي حط كل القوات حتى نقدر نوصل نخفف هالعقبات اللي بتمنعنا من إقرار هالقوانين وخصوصا منع زواج القاصرات اللي هو لازم نضوي عليه خصوصا بهالظرف. كنا عم نحكي قبل مع مدام جوال اللي هو قصة أنه الظرف الاقتصادي والكورونا وهلأ الكوليرا وكل الأمور اللي عم بتصير عم بتأثر على النساء والسيدات والإناث أكثر بكتير مما عم بتأثر على الشباب. وهيدا أمر عم نشوفه وأنا عم شوفه بالجامعات عم شوفه بسوق العمل لأنه تناخد إكزامبل كتير سهل قصة التنقل والانتقال للوصول إلى الجامعات عم بفضلوا الأهل يمكن ياخدوا خيار الشاب يروح يتعلم والبنت تبقى بالبيت وتروح على زواج مبكر لحتى تكون عم تأمن حماية اجتماعية لإلها. فهو دول بدنا نتبه لهم لأنه عم ببلشوا يكونوا ولح تزيد ساعتها إذا كنا عم نكافح زواج القاصرات من ناحية وصاية الأهل عليهم هلأ صرنا عم نروح لعنه على الزواج المبكر نتيجة الوضع الاقتصادي والأزمات اللي نحن فيها. فإذا من هون عنا نضال كان بلجنة الإدارة والعدل ولا بلجنة المرأة والطفل لازم نكون عم نضوي على الأمور والقوانين اللي هي هلأ صارت يعني أولوية بالنسبة لنا. لكن أنت بتعرف بظل وجودنا هلأ بفترة انتخاب رئاسة الجمهورية وبوزول هالفراغ اللي موجودين فيه ما بعرف قديش نحن رح نكمل بسياق التشريع ونكون عم نكمل وكأنه كل شيء ماشي. كلمة صغيرة بس لأني تخطيت الوقت. من حيث اهتمام لجنة الإدارة والعدل بالقوانين التي تعني المرأة هل بتلاقي عطيتها الأولوية أو تشعر النواب عندهم أولويات سياسية واقتصادية أخرى تغلب أو تطغى؟ كلمة بس. بوجودي هلأ بلجنة الإدارة والعدل من وقت ما وصلت لليوم في أحكي عن هالتجربة ما كنت قبل موجودة بعد ما انطرح ولا اقتراح قانون ولا مشروع قانون بخص المرأة. هيك تكون عم بحكي واقعي لليوم من خلال من شهر أيار لليوم نحن ما انطرح قدامنا أي اقتراح قانون أو مشروع نقاشني له علاقة بالمرأة. مهم جوابك لأربط أرجع مع معالي الدكتورة عناية عز الدين. بس بعتقد كمان في مثل برنامج عمل بيمشوا عليه واللي هو وفقا لكيف تم تقديم الاقتراح بأي تاريخ وما بعرف إذا في كمان مثل أولويات بتروح. يمكن هيدي نافذة تنقدر نحكي كيف نقدر نعمل نحن داخل المجلس مثل لوبينج تنقدر ننسق الأولويات ونحط أي القانون اللي هو ضرورة لحتى يتناقش ويروح على الهيئة العامة. شكرا دكتورة غادة. معالي الوزيرة السابقة والنائب دكتورة عناية عز الدين رئيسة لجنة المرأة والطفل كل اللي بيعرفوك مين ما بيشتغل بحول المرأة بده يكون طبعا منسق معك لأنك فعلا عم تنهضي بهالموضوع. وبعتقد لأول مرة بعهدك عم بيكون في تخصيص وتفرغ لهذا الموضوع ونوضع تركيز عليه إضافة للتركيز العام على حقوق الإنسان بشكل عام بدليل الاقتراحات القوانين اللي عم تتقدمي فيها ويلي كتار منا صارت قوانين حتى نحكي الأمور فعلية. وبذكر آخرتها قانون التحرش مكافحة تجريم التحرش الجنسي وتقديمك للكوتا النسائية باقتراح قانون فعلا لا قولا فقط. وبالتالي أيضا عندك مساهمة أساسية بموضوع التنسيق البرلماني العربي والتنمية المستدامة وكونك أيضا من خلفية طبية كونك عضو بنقابة الأطباء وبكثير من الجمعيات المخبرية ومؤسسة جمعيات يعني فعلا عاوزين هذه التجربة الغنية بالبرلمان. وأنا أشهد بنفسي على شغلك ونضالك ما في لزوم نحكي فعلا هو يشهد لنفسه. حقيقة حابب أعرف من وراء التجربة الغنية ولو الفتية اللي عندك إياها أنه فعلا بعد ما تقدمت باقتراح الكوتا قبل الانتخابات النيابية يعني عم نحكي بأيار الماضي مش من زمان ولم يقر ولم يناقش قبل أيار
جديا لنقل في البرلمان، شو هي بتعتقد الخطوة المقبلة التي ستقدمين عليها؟ لأنه النساء في لبنان يعولن عليك فعلا الجميع، من أجل أن تكوني جسر عبور إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، إن كان عبر لجنتك وعبر اقتراحاتك اللي بتمضيها وبتقدميها بالتعاون مع السيدات والنائبات خصوصا. شو هي الخطوة اللي بتلاقيها هلأ لازم تكون قيد التحضير لأجل أن يسلك هذا الاقتراح مساره الصحيح؟ شكرا دكتور بول على المقدمة، وأنت مرفقنا بلجنة المرأة والطفل بهالرحلة الرحلة التشريعية بكتير وبمعظم الجلسات، ويمكن بكلها كنت معنا وتعاوننا نحن وياك. شكرا. طبعا لما نحن لما تقدمنا أو تعطينا أو رفعنا شعار الكوتا النسائية في قانون الانتخاب بالتنسيق طبعا مع المجتمع المدني ومع 50-50 وكل الجمعيات المدنية اللي كانت تنضوي تحت هذا الاقتراح، نحن ما تعطينا معه من منطلق نسوي، ولا تعطينا معه بكونه هو بحد ذاته هدف أو غاية. نحن انطلقنا لموضوع الكوتا نظرا لتخلف المرأة اللبنانية اللي تفوقت بكثير من القطاعات والمجالات عن حجز مكان لها وعن ملء مكانها الطبيعي بالمشاركة بصناعة القرار وبإدارة الحياة للمجتمع اللبناني وللوطن. وطبعا هيدا من وراء نظرا لخلفيات، وراء خلفيات ثقافية اقتصادية وأيضا عقلية ذكورية تتحكم بمفاصل الحياة الثقافية والاجتماعية بلبنان. من هون كان اقتراح، ونحن ما يعني مش هدفنا كوتا بس بالسياسة، نحن هدفنا كوتا بمختلف قطاعات التي تدير الحياة. من هون كان اقتراح الكوتا كتدبير مرحلي مؤقت لتغيير السلوكيات والذهنيات والثقافات ليس والنمطيات المتحكمة بعقليتنا، ليس فقط لدى الرجل وإنما أيضا لدى المرأة. وطبعا تفضلت سيد جوال وزميلتي دكتورة غادة كيف نجاح السيدات ممكن يأثر على تغيير النظرة، والقانون هو أسرع من غيره، ما فينا ننطر الثقافة، الثقافة بتاخد كتير وقت لحتى تغير سلوكيات الناس. صحيح. ونحن يعني كل هيدا المسار هو باتجاه لحتى يصير نحو برلمان تتساوى فيه أو يكون مستجيب لحاجات ولمصالح النساء والرجال في المجتمع بشكل متساوي، ولحتى يصبح إذا بدك البرلمان اللبناني، حيث هلأ في كتير ثغرات تشريعية وأيضا الفضاء التشريعي ليس مراعي لمبدأ المساواة، حتى يصير مع الوقت الفضاء التشريعي المؤسسي يعني يتمتع أو محفز على المساواة في سائر قطاعات المجتمع. هلأ شو الخطة التالية؟ طبعا نحن خلينا نحكي بما يخص لجنة المرأة والطفل، الاستمرار بعمل الاستراتيجية اللي وضعناها، ولأول مرة كان بينوضع استراتيجية للجنة المرأة والطفل 2018-2022 يلي كان على رأسها إجراء جردي بكل التشريعات اللبنانية حيث هناك تمييز ضد المرأة، والتقدم باقتراح قوانين لتعديل هذه المواد، منا قانون الضمان الاجتماعي، من قانون إعطاء الأم حق فتح حساب مصرفي لأولادها وإدارته، كلهم هولي بلجنة الإدارة والعدل خالصين من لجنة المرأة والطفل محولين لعندكم. وكمان اقتراح قانون اللي بيعطي المرأة الأم الحق بأنه ما تصدر أي وثيقة سفر للقاصر بدون ما هي تكون موقعة عليها، شو ما كانت متزوجة مطلقة أرملة، أنه تكون حاضرة طبعا الأم والأب لحتى تكون في مساواة وعدالة في إدارة شؤون الأسرة. الاستمرار بملء إذن الثغرات التشريعية من خلال تعديلات القوانين واقتراحات القوانين، وأيضا التركيز
على العمل ونحن بعتقد نجحنا انه نبلش نعمل مومنتوم هيك في دفع داخل البرلمان اللبناني يلي له علاقه بقضايا المراه، مع انه في هذه الظروف يعني اصلا بالاساس المراه ما كانت اولويه، وبظروف الاقتصاديه الصعبه كمان ما بتعود اولويه اكثر، ولكن الاستمرار بجعل يعني رفع الوعي في مجلس النواب حول اهميه قضايا المراه والمساواه من اجل المجتمع، مش من أجل المرأة فقط، من أجل المجتمع، لحتى يكون نصف المجتمع فاعل وعم يستفيد الوطن والمجتمع من طاقاته وإمكانياته على مبدأ التشبيك كلنا مع بعضنا من خلال المجلس النيابي، المجتمع المدني، الأهلي المحلي والدولي والمؤسسات الأكاديمية طبعا، ووضع كل قضايا المرأة في صلب عملية التنمية المتكاملة والمستدامة، لأنه هذه الطريقة الوحيدة للدفع في هذا الاتجاه، وهذا موضوع كتير مهم طبعا. تحفيز السيدات داخل الكتل النيابية، داخل الأحزاب السياسية اللي ممثلة بمجلس النواب من خلال الكتل النيابية، واللي برهلت انتخابات نيابية أنه ما تزال تحظى بمشروعية، بالعكس هي عندها مشروعية كتير عادلة وبعدها بتمثل بشكل كتير مهم، أنه هذه الكتل النيابية تقرن الفعل بالقول وتتفضل توافق على الكوتا في أي قانون انتخاب ستجري عليه الانتخابات بسنة 2026، وجعل الكوتا أيضا حاضرة في كل القطاعات، في النقابات في اللي ممكن تعمل حضور وجو عام محفز لمشاركة المرأة ولضرورة أخذ دورة وإعطاء قيمة مضافة لكل السياسات التي توضع في لإدارة شأن البلاد والمجتمع اللبناني. شكرا، فعلا طرحت مفهومين كتير مهمين، مفهوم يعني المشاركة الذكورية إذا بدك، والنظرة الذكورية إلى هذه الاقتراحات والأفكار وضرورة تطوير هذه الذهنية، والمسألة الثانية إلى أي مدى يساهم التشريع في تغيير هذه الذهنية، أو يجب العمل على الذهنية قبل التشريع. وهون بيستحضرني مثل عندما إحدى المشاريع اللي كنا عم نشتغل عليها، رحنا للمناطق بإحدى المدن، كان عندنا محاضرة نحفز لها الاقتراح اللي متقدمين له، كان بوقتها تعتقد مسألة تتعلق بحقوق المرأة من حيث السفر والفصح الحساب، كان في أحد الرجال جالس ضمن يعني مجموعة كبيرة نسائية، فأنا كتير انبسطت إنه في حدا، بس لكن تألمت جدا وقت رجع إجا لعندي بالآخر يعاتبني، قال لي أنا مش قاعد هون لأدعم، قاعد لأجي عاتبك، كيف عم تقدم لهالاقتراحات؟ فقديش بحاجة نحن، مسيقب كان موظف بالبلدية محل ما كنا عم نعمل الاحتفال يعني، أو المحاضرة، فقديش بحاجة إلى تغيير هذا؟ ربما هذا هو السد اللي عم يوقف وراء تطوير التشريع. وبعتقد دورنا نحن ودور التشريع، لا مثل ما عم أقول لك، الذهنية والذكورية والمصالح، في مصالح، في ثقافة، في موروثات، كلها عوائق، والتشريع القانون بحط خط خلص، هلا هيك بدنا نتصرف، هيك بدها تكون مسلكيتنا، شو ما كانت عقليتك انت بدك تتصرف وفق القانون وما بدنا نخالف القانون. ودور المجلس النيابي والتشريع أن يرفع هذه الحواجز أمام المرأة لتنطلق إلى رحاب المشاركة الواسعة، ومع الوقت بتغير نمطية بشوفه. مع العلم على كل حال، في أنا بدي جاوب عن جوالي اللي هي ما قالته، إنه بالنقاشات بقول لك إنه الأحزاب كلهم بقولوا كتير منيح بس ما عنا كفاءات كفاية، ما عنا يعني، أنا قلتها بالزمان ورح أرجع أقولها هلا. على كل حال، مش كل الرجال الموجودين بالمجلس النيابي يتمتعون بالكفاءة العالية، لا ما في هون كمان المرأة تكون، المرأة يجب أن تكون سوبر وومن، سوبر هيرو يعني، أف بكل شيء متفوقة، والرجال ماشي الحال مقبول كيف ما كان يكون. ليه؟ المجتمع اللبناني والكارثية اللي واقع فيها لبنان بدها ناس عندهم كفاءة ونزاهة، سواء كانوا نساء أو رجالا، مش مطلوب لا يكون معهم كلهم PhD ولا ما بعرف شو، في مستوى، في شيء مقبول. كمان نحن المجلس النيابي بدنا نكون نمثل كمان كل الشرائح، يعني مش كل الشرائح مع PhD بلبنان، لأنه نحن بدنا نكون كمان قريبين من حاجات الناس. إذا التنوع مطلوب، ولكن ضمن مبدأ الكفاءة والنزاهة. شو عندك بالسلة التشريعية الجديدة هلأ هيك تخبرين عنه بالكيو؟
ولا هو في كتير من اقتراحات الأولين؟ عندي كيو لأ ما بينترس مالله أدمني نشيطة بس لقلك نحن لنقول في ليست شو هي؟ نحن خلال جائحة الكورونا اللي كان لها وقع اقتصادي اجتماعي نفسي على المرأة كبير جدا طبعا كل وهذا شيء عالمي يعني كل المجتمع وكل شرائحه تأثروا بتبعات هذه الجائحة ولكن لأنه لبنان كان في عنا عدة لايرز عدة مستويات كان الوضع الاقتصادي كان انفجار المرفأ كانت الجائحة كان عدم الاستقرار السياسي فقدان الثقة كل هيدا تراكم مع بعضه وشكل وضع اقتصادي صعب جدا خلال فترة الإقفال نحن بنعرف أنه أولا النساء هن أكثر ناس خرجوا من سوق العمل النساء أكثر شريحة اقتطع من 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 مداخيلها هن أكثر ناس تأثر بساعات العمل تبعهم بنفس الوقت وقع على عاتقهم كل حمل الأعباء المنزلية والرعاية الاجتماعية الغير مدفوعة هيدا كتير أثر على الواقع النفسي والصحي والاقتصادي يلي رح ينتج عنه كل هالتبعات اللي عم نحكي عنها الاجتماعية فنحن خلال هذه الجائحة والإقفال العام قمنا بمبادرة لأول مرة بمجلس النواب بتصير عقدنا سلسلة من جلسات الاستماع العلنية يلي تواصلنا فيها مع السيدات من مختلف المناطق وحتى لما خلص الإقفال إجوا لعنا على المجلس يلي بيشتغلوا بالزراعة يلي بيشتغلوا بعدة مجالات عادة هودي ناس غير مرئيين ومش حاضرين على رادار الدولة لحتى نقدر نستنتج عبر ونعمل تشريعات تستجيب للحاجات و وهيدا عشي عم نعمله هلأ بالتعاون مع الأسكوا واحد منهم هو تعديل قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل بما يتلائم مع فكرة تقنيات العمل المرن والعمل الجزئي والعمل عن بعد هيدا رح نقدمه أسبوع الجاي إذا الله بيريد بعد ما نعمل له مراجعة ممتاز على كل حال دائما عندك نشاطات واقتراحات جديدة نتمنى دائما كمان انه تتابع خصوصا باللجان وين عم بتصير لانه منلاقي في جاب زمني مرات بروح سنه سنتين مثل قانون قلنا مثل هلا قانون وثيقه السفر ومثل قانون فتح حساب مصرفي للام لمصلحه القاصر واعطاء حق ادارته هول خالصين تقاريرهم خالصه بلجنه المراه والطفل ولكن نتمنى الاداره والعدل انه حطن في عنا قانون تعديلات ضمان الاجتماعي يلي كمان خالص طالع التقرير تبعه بنتمنى ينحط على اللجان المشتركة بدنا نحكي مع نائب رئيس المجلس رئيس المجلس لحتى كمان يلاقي طريقه لأنه هيدا خالص كمان من زمان كتير صحيح يعطيك ألف عافية رئيس المجلس اللي بيوكل نائب الرئيس يدعي للجلس صحيح عنا معنا ست فيوليت خير الله الصفدي صباح الخير صباح النور معاليك اهلا وسهلا فيك انا كثير سعيده صار لي زمان ما شفت نائبات بعيد انه يكونوا مصيبه مثل ما بيقولوا بيفتكروا عدم وجودهم بمجلس النواب هو اللي بيكون له مصيبه معك حق على كل حال انت تجربتك غنيه معاليك كنت بالحكومه سيدات اكثر بمجلس النواب ولكن هلا انحكى كثير عن الموضوع بنرجع نحكي فيه بشكل مفصل اكثر بهمنا نسمع رايك اليوم وما يكون في انقطاع بالتواصل معك دايم بهالتجربه سامعينك كلنا لانه كان عندك عم بقول تجربه وزاريه كونك كنت وزيره الدوله السابقه للتمكين الاقتصادي للنساء والشباب وانت معروف عنك سيده اعمال وفاعله وناشطه في المجتمع المدني تخصصت بإدارة الأعمال وكان عندك دور ريادي في شركات كبرى فإضافة للتجربة الوزارية وتجربتك بالقطاع الخاص والتجربة الإعلامية عموما بهمنا نعرف شو العقبات يلي لمستيها يعني كونك كنت وزيرة بالحكومة ومعروف أنه بالحكومة الوزيرات يعني نادرات لنقول فكيف كان التعامل بموضوع القرارات الوزارية ووقوف الرجال الوزراء على رأيك والاستماع إلى رأيك ومشاركتك الفاعلة ما هي كانت العقبات وراء ذلك؟ بداية دكتور بول بدي رح جوابي رح يكون من منطلق
أكثر من نقطة ذكرت بالحديث السابق كان في تركيز أكيد من جوال مع حفظ الألقاب ما رح هيك يكون الحديث أسهل. مع جوال حكيت من ناحية المجتمع المدني و 50-50 ما في لزوم نحكي عنها، كل العالم بيعرفوا قديش هن ناشطين، ونحكيها كتير من الناحية التشريعية. أنا بدي أحكيك شغلة، بدنا نرجع ل 2019 لأنه لما نحكى عن وزارة تمكين المرأة صار في مشاكل أنه كيف بتقولوا أنه المرأة بحاجة إلى التمكين، مع أنه نحن نعرف أنه مجموعة العشرين هي أحدى المنتديات الدولية اللي تدعم تمكين المرأة، وموضوع تمكين المرأة عم ينحكى فيه بكل أنحاء العالم، وهذا منه انتقاص من شأن المرأة لما بنحكي أنه المرأة التمكين الاقتصادي للمرأة. وقتها صار في بلبلة معينة، ولكن الأسوأ اللي صار بنظري، وأنا اليوم مني موجودة هناك، بقدر مني موجودة اليوم بمركز القرار، ولكن في تحدث بطريقة كتير موضوعية، كان برأيي من المعيب اعتبار وزارة للمرأة هي لزوم ما لا يلزم، لأنه تطبيق القوانين التشريع شيء وتطبيق القوانين ووجود وزارة تتابع موضوع آخر، وكان كتير الموضوع حقيقة ما بعرف لقيته غير منصف بحق المرأة اللبنانية، بغض النظر إذا من هو موجود في هذا المنصب أو غير موجود، ما بيقدر يكون عمل مشغل مع المنظمات الدولية نحط بكرتين ونبعد كأنه اعتبرنا ما في شيء، لأنه نحن بنعرف أنه بالنتيجة الحكم استمرارية. خليني أرجع أحكي بس عن شغلتين، بما أنك تحدثت عن تجربتي، أنا بدي أحكي شوي عن المشاكل الاقتصادية والعقبات. اليوم ما تغير شيء، يعني من 2019 المواضيع اللي عم نحكي فيها، القوانين اللي عم نحكي فيها، عم نرجع نحكي فيها اليوم. في أمور من المعيد نحكي فيها برأيي، وفي مواضيع ولكن لازم نحكي فيها ولازم نضلنا نطرحها، وفي مواضيع أنا بعتبر أنه هناك أزمة مجتمعية وفكرية وهناك عنف سياسي كتير كبير عم بيصير اليوم. لما بنحكي، لما بتقول جوال أنه بنحكي مع النواب طبيعي غير رأيهم، هو طبيعي وهيك بيصير وصارت معنا أكثر من مرة، وأنا أكيد النائبات الموجودات رح يختبروا هذا الشيء ويشوفوا أنه صحيح النواب، ولكن الخفة التعاطي ببعض الأحيان بمواضيع معينة بتدل أنه اليوم في ذهنية معينة من نجاسة، يعني ببين أنه هم كتير سعيدين، ببين أنه بدنا نرشح نساء، ببين أنه بدنا نعمل كل هذه الأمور، ولكن بالواقع لما بترجع على الأساس بتشوف أنه اليوم في ذهنية ذكورية بعد ما تخطوا، والنائب يمثل الشعب بالنتيجة. هل الشعب جاهز اليوم لا انتخاب النساء؟ هل المرأة اليوم هي من المرأة فقط اللي استاذة جامعية أو اللي هي محامية؟ هناك مرأة موجودة بالأريف، وعم بحكي هذا الحديث لأني اشتغلت لفترة كتير طويلة بمدينة طرابلس واللي هي مدينة كتير كبيرة. هل المرأة هي جاهزة؟ هل المرأة بتعرف شو أهميتها وشو أهمية دورة؟ هذا السؤال كمان اللي بينطرح والكتير أساسي، وبعتبر هذا هو الموضوع يمكن اللي بيخلي النواب يغيروا رأيهم. معليك انطلاقا من اللي عم توصفيه، لانه وصف دقيق ونحن بعتقد متفق عليه، شو اقتراحاتك؟ شو عندك توصيات او حتى نصائح للمرأة اللي كان... انا ما بدي احكي عن نصائح لانه بهمني تجربتي، ما بدي عن نصائح، ولكن رح لك شغله لانه انطلاقا من تجربتك. ثم القانون شو توصياتك؟ مثل ما قالت دكتورة عناية، اليوم بده يصير في قانون موجود، العالم بدها تعرف، مع الوقت بده يصير في تثقيف، ولكن التثقيف ضروري واساسي. لما بيتم اقرار القانون، عم تتخيل نحن عم نحكي بقانون انه المراه تفتح حساب لاولادها، عم تتخيل شوي نحن عن شو عم نحكي؟ في 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 يعني في قصص عايز نحكي فيها، عم تحكي عن قوانين تم اقرارها ومنشغل عليها، وعن جد مش لأنه دكتورة عناية موجودة معك، أنا كنت اشتغلت صحيح بفترة قصيرة، ولكن حقيقة مطبخ فعال وعم يشتغلوا من كل قلبهم، ولكن تم إقرار القانون، من سيطبق هذا القانون؟ اليوم هل الأشخاص موجودين؟ خلينا نحكي عن العنف الأسري، رح هيك بشكل سريع، العنف الأسري المرأة اللي راحت تتشكى، اليوم في قانون، مين رح يستقبلها؟
هل هو جاهز يستقبلها ويعرف يتعاطى معها؟ هل هناك أشخاص قادرين يقدروا يحطوها ويحموها من الطريقة النفسية ومن الطريقة القانونية ما ترجع للعنف إلى منزلها؟ لا. نصيحة تانية أو مش نصيحة فيه توصية فيك تقول اللي بدك. أنا أعطيك كلمة توصية لحتى ريحك بالكلام، توصية بتلبق. نحن اليوم عم نحكي إنه معروف إنه المرأة غير موجودة بالمناصب الإدارية العليا، ما عم خبرك شيء. المرأة اليوم اللبنانية متعلمة 70%، اليوم نسبة النساء المتعلمات 20% فقط هن اللي عم يحصلوا على وظائف. في عدم مساواة بالأجور. ماذا يجب أن تفعل المرأة؟ واحد، إنه تؤمن إنه هي قادرة. اثنين، إنه المرأة تدعم المرأة، تقول لما إذا أنا اليوم أنا بموقع القرار ادعم المرأة الموجودة. ثلاثة، نعرف إنه حتى لو بياخد الوقت التثقيف والتعليم، ولكن إذا يتحول الموضوع إلى عادي، يصير الموضوع داخل براسنا إنه نحن اليوم وجود المرأة هو موضوع طبيعي منه مني من أحد. بعدين ما نحكي على البولينج اللي عم بيصير اتجاه المرأة الموجودة اليوم بالسياسة، بيصير بولينج اليوم. هيدا الشيء كمان تدعم المرأة الأخرى اللي بتتعرض إلى هذه التجربة اللي ممكن تكون حقيقة مزعجة إذا هي موجودة بموقع القرار، أو إلى النساء اللي حابين يدخلوا بالمعترك السياسي. وأخيرا، اعتماد الكوتا ضروري جدا جدا جدا، كان بالأنظمة الداخلية بالأحزاب بالانتخابات البلدية بالبرلمان، حتى بيعتبروا انه اليوم الكوتا النسائيه ببعض الاحيان انه هي تمييز. انا بفضل التمييز على الاقصاء بهذه المرحله. نختم بهالكلمه الحلوه، نفضل التمييز على الاقصاء لمرحله انتقاليه، تمييز ايجابي بدل الاقصاء والتهميش. طبعا اكيد. شكرا ما عليك لهذا الحد. طبعا رح نرجع ربما بكلمه اخيره، بس قبل، لانه كذلك معنا النائب الدكتوره نجاة عون صليبه اللي عم تسمعنا. صحيح؟ صحيح. أهلا وسهلا فيك، منرحب فيك جميعا. كذلك باسم مؤسسة ماشي دياء اللي منرجع منشكر استضافتها لألنا اليوم وتحفيز هذا النقاش من أجل أن يصل إلى خواتيم بكل الموضوعات المطروحة. حضرتك نائب في البرلمان اللبناني وجاي من خلفية جامعية وأكاديمية، وهذا الأمر كتير مهم في سبيل تصويب العمل التشريعي، ولذلك هالخبرة في العمل الأكاديمي والنشاط المدني اللي عندك إياه، وكذلك اطلعت على عدد من الجوائز يلي حصلتي عليها والأوسمة، تخولك ربما أن تقدمي مع هذه الخلفية المستقلة اللي أتيتي معها بعيدا عن الاستفاف الحزبي والسياسي التقليدي، ربما بتخولك أنك تقدمي أفكار جديدة، أفكار متطورة بعيدا عن اللي مطروح. بدنا نسمع شو عندك من جديد. يعني الخلفية اللي جيتي فيها هي خلفية مستجدة، لنقول على الساحة التشريعية، لكونك أتيتي من خلفية مستقلة، فهل هذه الأفكار أيضا ستعكس هذه الخلفية المستقلة؟ هذا أمر بعتقد يثير حشرية المواطنين، لا يعرفوا ما هو الجديد الذي ستقدمينه أيضا، خصوصا بموضوع مشاركة المرأة في العمل السياسي هو موضوعنا اليوم. صحيح، أنا جيت من مطرح مستقل، بس كمان جيت من حزب جديد بعده خلقان جديد، والحلو فيه إنه كان في مرشحين بهذا الحزب وكانوا 50-50 مرأة ورجال، وهذا الشيء بتمنى إنه كل الأحزاب يتمنوا، لأنه برهن إنه تجربة ناجحة. وإذا ما قدرنا مشينا الكوتا بالمجلس النيابي نفرضها top down، يعني من البرلمان على الأحزاب، افتكر الأحزاب عندهم دور كتير كبير إنه هن يخلقوا الكوتا اللي عندهم. بيجي أنا بحكي مثلاً من الجامعة الأمريكية، زمان نحكي من مبدأ أكاديمي، كمان نحن عندنا كوتا وعندنا تايتل 9 اللي هو بيحمي وجود المرأة بكل المراكز اللي فيها تاخدها بالجامعة. من هون أنا بدعي كل الأحزاب اللي هي برهنت إنه وجودها مهم بالبرلمان، إنه هي تقتبس أو تبلش من عندها إذا هالقد مهتمين بالكوتا، ويبلشوا على قليل 30% مش 50%، يحطوا مرشحات
نساء لحتى يقلبوا الطاولة على البرلمان. هيدي من جهة واحدة. واليوم هيك قبل الاجتماع حبيت كمان إنه أكون علمية قد ما فيني بمداخلتي، وطلعت على الطريقة اللي الناس بيعملوا فيها الكوتا. وفي أبحاث بتقول إنه الكوتا فيها تدخل على المجلس النيابي أو على مجلس الوزراء بطريقتين. إذا كان البلد ديمقراطي وعنده أحزاب، الكوتا بتبلش من الأحزاب. وإذا كان بلد ما عنده أحزاب أو ما بيسمح بالأحزاب، هن الناس يعني الملك أو القائمين بالأعمال بهذا البلد، هن بيحطوا الكوتا وبيفرضوها. وبما أنه أنا اليوم موجودة بدولة الإمارات، حب لكم أنه في 9 نساء وزراء بالمجلس النيابي بدبي. من هون بقول أنه الكوتا النسائية بكل مدن العالم، بكل بلدان العالم، برهنت أنه هي مثال للتقدم. وكمان هيدي بحث علمي عم بستند عليه، أنه الصورة اللي بتاخدها الدول عن بعضها بالتقدم وباحترام الآخر هي بعدد النساء اللي موجودين بقلب البرلمان وبقلب المجلس الوزراء اللي عندهم. هولي كلهم اشياء فينا نرتكز عليهم لحتى نتقدم ونبلش نفرض على حالنا قبل غيرنا وجود عدد من النساء بقلب الأحزاب بقلب البلديات، لحتى يصيروا بطريقة كتير بديهية وجودهم بالبرلمان مقبول ومستحسن. هيدي من جهة قصة انه نقلب الطاولة او ناخد الطريق التاني، لانه دايما بالعلم في شيء اسمه top down. اذا بنقدر مثل ما قالت الدكتورة عناية عز الدين، التشريع هو بيمشي الاشياء بطريقة اسرع، بس كمان في شيء اسمه bottom up، واتنيناتهم بيلتقوا مع بعضهم من اجل غاية واحدة، وهذا شيء كتير مهم. بالنسبة للتشريعات بقلب المجلس النيابي، أنا بفضل إذا منبلش نطبق القانون. أنا إنسانة ما ممكن أقبل على حالي أكسر القانون بحيالة طريقة ممكنة، وبفضل إنه ياريت منبلش نطبق القانون على حالنا قبل ما نطبقه على غيرنا. وأنا شايفة إنه بقلب المجلس في كسر لقانون الدخان، في ناس كتير بتدخن بقلب المجلس، وهذا الشيء كتير بيزعجني. مش لأنه بس الدخان بضر وفي ناس ممكن يكون عندها أزمة، بس لأنه الناس اللي مسؤولين عن القانون عم بيخالفوا القانون. كيف ممكن أنه نحن نقبل على كل الناس أنه يتقبلوا أو يطبقوا القانون إذا نحن بدنا نخالف القانون؟ نحن المسؤولين عن القانون. من هون أنا رح لاحق هيدا الشغلة، رح أكتب كتاب لرئيس المجلس وقل له أنه نحن ما بقى فينا نتحمل كسر القانون قدام عيوننا بقلب المجلس النيابي. بنفس الطريقة تطبيق القانون بالأشياء اللي بتهم المرأة أو بتهم الطفل أو بتهم الإنسان كإنسان بلبنان رح يكون من الأولويات اللي أنا بدي أشتغلها. وأكيد أكيد ما فيني أتخلى عن البيئة اللي بتحضن الإنسان والمرأة والطفل، اللي هي أهم شيء بالنسبة لإلي، لأنه هي الدايمة ونحن الفاهمين. مهم كتير المفاهيم اللي حكيتيها، ولفتت لي نظري مسألة المعيار أو مقياس تقدم الدول أصبح اليوم بمدى احترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة، لبل معياريا بقديش واصل نساء مثلا إلى الحكومة وإلى مجلس النواب بشكل رحمي. وهذا شيء موثق، وهذا شيء موثق بأبحاث علمية. صحيح، بيقولوا أنه البلدان اللي بدها تحافظ على الوجهة بتتباهى بعدد النساء اللي موجودين عندها بالبرلمان او بالوزارات. صحيح، لاني كمان مطلع على هذه البحوث، وكانت قبل مقاييس مختلفه، يعني كانت قبل المقاييس مدى امتلاك الدوله ترسانه عسكريه وعدد الجنود، يعني تطور النقاش العلمي، لانه هيدا مرتبط بموضوع التنميه. صحيح، يعني عدد النساء بيعكس قديش في منظومات تنميه عادله وشامله لكل المجتمع. دكتوره نجات، غير مسألة مثلا التدخين، أمر ملفت لفت نظر له أيضا، يعني شو هي برأيك الأفكار اللي ممكن تدخليها
على التشريع اللبناني اللي بتلاقيها غير موجودة؟ يعني أنت لابد اطلعتي من خمسينات القرن الماضي. أنا بذكر وقت اللي كنت منسق مؤسسة جوزيف لور مغيزي لحقوق الإنسان أيام المرحومة لور، كان في يبقى عنا لايحة بالمنجزات ولايحة بماذا سنقدم عليه من تطوير للحقوق وفقا لبرنامج زمني. ما بنسى كلمتها الشهيرة تبقى تقول أنه نجزئ المراحل إلى يعني أقسام والأقسام إلى أجزاء، يعني بشكل حتى توصلي بهذا التدرج، رغم أنه التدرج منه سمة من سمات حقوق الإنسان، الحقوق يطالب بها كاملة. لكن هل عندك أفكار ممكن تضخيها في المطبخ التشريعي انطلاقا من خلفيتك هاي اللي حكيتي عنها؟ أنا بدي ضم صوتي لمعالي الوزيرة فيوليت، لأنه بدي أقول شغلة. ماني محمسة كتير إنه نزيد قوانين، في قوانين كتير منيحة لإلنا، يا ريت نحن منطبقها. ومثل الدخان هو منه لأنه الدخان بحد ذاته مأذي، هو المثل إنه نحن ما قادرين نطبق أبسط قانون نحن عملناه. صحيح دكتورة، بس قانون 174 صحيح. خليني أقول لك شغلة بس بقول لك خيط استعملتها طلعت عليها بالآخر. نحن عندنا مشكلة كوليرا كتير كبيرة، اللي هي سمات من الوجود. يعني دايما البلدان المتخلفة يكون عندها كوليرا، لأن البلدان المتقدمة قدرت تخطط الكوليرا. لما طلعت على القوانين اللي لازم نشوفها إذا في عندنا قانون بيحمي هيدا التفشي أو سبب التفشي للكوليرا اللي هو بيئي بامتياز، يعني ما نطلع فيها من منظار صحي أبدا. طلع في عنا قانون 444 وطلع عنا قانون 192 على 2020 اللي هن اتنيناتهم إذا طبقناهم نحن هول الاثنين بيحمونا من الكوليرا. قانون 192 على 2020 هو قانون حماية الصرف الصحي والمياه، وهذا بيدعم كتير مفصل القانون، قريته وبسطت فيه. إذا أنا مش معقولة عنا هالقانون الحلو، فهو بدي روح شرع قانون تاني إذا هيدا ما قادرين نطبقه. أنا رح جرب قد ما فينا أخذ القوانين اللي موجودة ونجرب قد ما فينا نضغط لحتى نطبقها. وهذا اللي صار. أنا قدمت كتاب لرئيس مجلس الوزراء طلبت منه تفعيل قانون 192، والبند والمادة 14 منه بتقول لازم خلق لجنة أو هيئة وطنية للمياه. هاي الهيئة الوطنية إذا اجتمعت وطلبت الخبراء اللي بدنا إياهم نحن قادرين نستقصد المرض الكوليرا من أساسه. أكيد اللقاحات بتبط التفشي بضيعة، بس هيدا رح ينقل من ضيعة لضيعة لضيعة إذا ما عرفنا وين المصدر وقتلنا المصدر، يعني من التفشي. من هون بقول انه عنا قوانين، وانا ما رح يعني اتباهى ولا لحد هلا على قليل اول سنه بانه انا عم اقدم مشاريع جديده. مش هون المشكل. انا برايي المشكل بتطبيق القوانين، وبدنا ندل لاحق لحتى القوانين اللي عنا نطبقها لنقدر نطور قوانين جديده. القانون 444 بيجبر كل الوزارات وكل الناس انه تحترم المياه والهواء والتربة وكل شيء بلبنان من بالنسبه للبيئه. وبيلحظ هذا القانون عدم تلوث المياه. واضح دكتورة نجاة، بس وزاره البيئه معك حق. اللي عم تطرحيه امر مهم جدا، هو الافيسيونس افكتيفيتي افيكاسيتي دو دروا، تنفيذ القوانين. ولذلك مسألة هيدي مهمة جدا. بالمجلس النيابي الحاضر تم تأليف لجنة أعتقد أدهوك لمراقبة تنفيذ القوانين، وشافت في عندك 70 قانون مش منفذ. هلأ بعتقد كنت عم بتشاور هديك النهار مع دكتورة عناية، يعني كذلك قوانين اللي عم تصدرون حتى اللي صدروا باللجنة بتريد تتابع كيفية التنفيذ. ربما هي بتحكينا عنها هالناحية كمان دكتورة عناية، بس بلفت النظر دكتورة نجاة بس لحتى كفي لك هالكلمة. لكن مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وهذا موضوع اليوم الندوة أو الحلقة النقاشية اللي عم تستضيفنا فيها مؤسسة ميشي دياء،
ربما إضافة اللي تفضلتي فيه هو كتير محق، أنه كمان بحاجة إلى تشريعات لتحفيز المجتمع على إيصال أو تمكين بالأحرى المرأة للوصول إلى مراكز القيادة السياسية. نحن بعد عنا 7 دقائق، إذا ممكن تختمي لنا دكتورة نجاة لحتى أرجع أعمل هيك فلور ديسكشن بالمعنى الجلوبال. تفضلي. في شغلتين بحب أقولهم. أول شيء أنا اطلعت كمان علميا على شو دور النائب بالمقام، طلع دوره مش بس تشجيعي محاسبي ومساءلي، من بذات الأهمية من التشريعات. هذه أول وحدة. وثاني شغلة، إذا كان في قانون بده يشتغل عليه بيكون هو قانون الأحوال الشخصية لإعطاء المرأة حريتها الكاملة واحتراما كفرد موجود، بحق لها تعطي الجنسية لأولادها، بحق لها تتصرف أو تعيش بالمجتمع إنسانة مثلها مثل الرجل. قانون الأحوال الشخصية اللي عم ينشغل عليه كتير. شكرا دكتورة نجاد. دون شك هالموضوع بيطرح إشكاليات ديموغرافية وسكانية وطائفية وسياسية معقدة جدا، بس لكن على المستوى الحقوقي هو أمر بديهي وطبيعي وحق من حقوق المرأة. إنما بريد أرجع لدكتورة عناية بموضوع مراقبة تنفيذ القوانين من حيث اللي ختمتي فيه دكتورة نجاة مشكورة. كيف ترين آلية يعني هالإنتاج اللي عم تعمليه؟ افترضي باللجنة يوم طلعتي أكثر من قانون، ما بقى عم تحكي باقتراحات ولا بمشاريع دراسية جاية من الحكومة، اليوم أنتوا قدرتوا توصلوا على هاي العامة قوانين. نعم. حقيقة يعني نعم. هل قوانين كيف بتلاقي مقاربة التنفيذ فيها؟ كيف رح تمشي فيها؟ اعطينا مثل. ايه طبعا، بس أول شيء بحب أقول إنه القانونين اللي ذكرتهم الدكتورة نجاة هن ما صدروا مراسيمهم بعد، يعني للأسف. صح. مثله مثل كتار من القوانين 70 طبعا، وهلأ نحن عم نقطف نتيجة هذا الأمر بموضوع الكوليرا اللي هو موضوع مرتبط بعدة عوامل بيئية وزراعة ومي وصحة واللي بدك. خلينا نحكي عن قانون تجريم التحرش الجنسي اللي صدر بديسمبر 2020. نعم. وطبعا هذا قانون صدر بعد نضال طويل، وصدر مثل ما الكل بيعرفوا قانون مستقل عن قانون العقوبات لحتى نعطيه الأهمية والفيزيبيليتي اللازمة. قصدك عم تحكي هون عن تنفيذه كيف بده يكون؟ هلأ أقريناه. نعم. هلأ بدنا نحكي مفروض، وبعد ما أقر هذا القانون وصدر بالجريدة الرسمية واللي بدك إياه، صار فيه قضايا رفعت أمام المحاكم تحرش جنسي 2 أو 3. نحن كنا ناويين لما بعد على عمر السنة من القانون أنه نعمل شيء، ولكن بسبب الجائحة والأوضاع. هلأ إن شاء الله عم نحضر، وأنت معنا عم تشتغل على هالموضوع كمان، لنعمل ورشة عمل نشوف تطبيق هذا القانون كيف عم بتم من موائمة التطبيق القضائي وسائر المعنيين بتطبيق هذا القانون من قوى أمنية، جهات اجتماعية، مع القانون مع التشريع قديش في تناسب، قديش في وعي، قديش في عدالة بتطبيقه، قديش في نزاهة وشفافية. لأنه أوقات كتير للأسف نحن بلبنان لازم نكون صريحين، ممكن بيجيهم تليفون على المخفر، تليفون على المحكمة، ما بعرف شو، بتنحط القضية بالجارور أو لحتى كمان نشوفه. إحنا ما عم نتهم، عم نقول يمكن هيدا الريسك موجود. كمان رح نشوفه من العين، من رأبه، من عدسة النزاهة والشفافية، كيفية تطبيقه بمختلف مراحله. هيدا بصلب عملنا التشريعي يلي هي الأوفرسايت، يلي هي المراقبة والمحاسبة. وقانون طبعا التعديلات اللي أقرت على قانون العنف الأسري اللي كمان شكلت منظومة حماية أفضل للمرأة، بدنا نشوف كمان كيف عم تتطبق، يمكن بورشة عمل أخرى لحتى نشوف مدى الاستفادة من هالتعديلات الإضافية اللي صارت على القانون. وبحب أذكر هون أنه خلال الجائحة بسبب زيادة العنف الذي وقع على المرأة خلال فترة الإغفال العام، سمح القضاء اللبناني بالاستماع طبعا تحت نتيجة الضغوط والمطالبة بالاستماع للسيدات المعنفات، استماع لهم فيديو كونفرنس لحتى نقدر نتخطى العائق أنه ما بيقدروا يوصلوا. ونتمنى تطوير هذه المنظومة كاملة. مهم هالمثل التطبيقي، فعلا بحاجة إلى مراقبة تنفيذ القوانين. كما قال الدكتورة نجاة، مش بس تكديس مزيد من القوانين،
بس بعتقد بموضوع المشاركة السياسية بحاجة إلى إقرار نصوص. طبعا بحاجة إلى إقرار نصوص، بس خليني أقول كل القوانين التي تتعاطى فعلا مع المجتمع، المرأة، الطفل، قضايا المجتمع يعني قضايا الإنسان، القوانين لوحدها لا تكفي. نحن بحاجة إلى رافعة تربوية، أولا تربوية من خلال مناهج، النموذج اللي منقدمه بكتبنا عن كيف المرأة كيف الرجل أدوارهم، المشاركة اللي بتتم بيناتهم، إلى رافعة تربوية، إلى رافعة اقتصادية، إلى رافعة ثقافية، وإلى مشاركة كل المعنيين بالمجتمع، يعني المشرعين، المراسيم التطبيقية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، المجتمع المدني، المجتمع الأهلي، وكمان المجتمع، المؤسسات الدينية يلي بتلعب دور كتير مهم ببلادنا، ويلي كتير من الإجحاف الحاصل بحق المرأة بيلزقوا بالدين، وهو الحقيقة لازم نلزقوا بتفسيرنا للدين ولكن ليس بالدين بحد ذاته. كمان نحن بحاجة للمؤسسات الدينية كمان تساهم بحلقة التوعية على المنظار الحقوقي لهذه القضية، البعد الحقوقي والبعد الإنساني والتنموي. شكرا دكتورة عناية. بدي أختم مع الموجودات من المناضلات، إن كانوا بمواقع نيابية أو مدنية أو وزارية سابقة، بالموجودين دكتورة غادة، كلمة أخيرة لأنه نحن وصلنا بال 11-29 نحترم وقتنا. أنا بدي أقول كلمة صغيرة، مثل ما تفضل الدكتورة نجاة والزملاء زميلات، الأحزاب ثبتت أنه هي يمكن من الداعمات وبتقدر تلعب دور كتير كبير لإيصال المرأة ودعمها. بحزب القوات اللبنانية كان في هيدا الدعم وعطول الطريق ممهدة ومفتوحة لوصول المرأة، ونحن بنعرف أنه تبوأت أمينة العامة للحزب كانت سيدة، وبالتالي ما في حواجز أو عقبات أمام المرأة لتبوأ أي صفة حزبية ولا سياسية. لكن كمان نحن بدنا نشتغل على تمكيدها للمرأة وتشجيعها، سواء عبر من يعني البيئة الحاضنة كالعيلة للمجتمع للمدرسة لكل الأمور، تنقدر نفتح لها الطريق أكثر والمجالات لأنها توصل وتكون على قد المسؤولية. كمان هون بدي روح على أكثر أبعد من هيك، إذا نحن منروح على تطبيق قانون اللامركزية الإدارية الموسعة بعتقد كمان بيكون مدخل إلى إيجاد فرص أكثر لإيصال المرأة، سواء إلى الشأن العام عبر الشأن المحلي من بلديات ومجلس قضاء وغيره، ونكون عم نعطي فرصة كمان تنمهد الطريق أمام لعب دور أساسي بالسياسة. فإذا لازم نشتغل مع الأحزاب على زيادة وتوعية على دور المرأة وتمكينها، وأنا بشارك مع معالي الوزيرة بكلمة أنه تمكين المرأة هو أساس ودور أساسي لمساعدة المرأة إلى الوصول بالسياسة وغيرها. لكن كمان بالمقابل بالنسبة لدورنا كنائبات بقلب المجلس النيابي، يمكن فيها نرفع توصية أنه نصير ننسق العمل من داخل اللجان تنقدر نشوف وين في عقبات أمام وصول هالقانون اللي بيعطي حقوق المرأة أكثر أولوية، أنه نحطه على جدول الأعمال اللي هو بأولوياته، ويمكن هيك منبلش سوا بقلب مجلس النواب. هاي توصية رح ناخدها بالحلقة النقاشية اليوم. شكرا دكتورة غادة. هيدي يمكن أنه من الباب اللي نقدر نتساعد عمليا لكيف نقدر نشتغل لنوصل بهيدي الطريقة. ست جوال، شو الخطوة المقبلة عندكم انتم لانه عمليين ميدانيين؟ سبقتني شو الخطوة؟ ساعدتني نابلة تقول انه نحن بدنا اتحاد بين السيدات، لانه 8 بيقدروا يغيروا، 8 بيقدروا يبلشوا يغيروا، الى جانب طبعا رجال داعمين هن بيعرفوا في رجال اياهم داعمين واياهم لا. بدنا هالكتلة هيدي تتحد وتقدر تشتغل فعلا لحتى نتقدم بقوانين، طبعا كل القوانين المشحفة بحق المرأة نقدر نزيلها، ولكن ليش قانون الكوتا أول شيء؟ لأنه اليوم وقت يوصل عدد كبير من السيدات إلى مجلس النواب بيصير أسهل يشتغلوا كلهم سوا لحتى يزيلوا أو يغيروا باقي القوانين. إذن هيدا المطلوب اليوم يعني كخطوة أساسية، الكوتا في البلديات والكوتا في البرلمان. وأنا بدي أقول لهم نحن كل واحد منا عم يشتغل من موقعه لنقدر نحرك هالشي طبعا، بس هن اللي موجودين بالواجهة ومطلوب منهم هن كمان، يعني بدنا نشد على إيدهم أكيد، ونحن شاكرينهم لأن كلهم بيشتغلوا معنا. بدنا نطبق ونغير قانون الكوتا لحتى نقدر المرأة تفوت بأعداد أكبر إلى مجلس النواب. ومهم إذا بصير في اجتماع مثل ما تفضل الدكتورة غادة بشكل متناسق، ويعني مؤسساتي إذا بدك ما تكون كتلة، ما فيهم يكونوا بكتلة بس فيهم يجتمعوا. كوكس بس نعم. ما بدنا نعقدوا بالهيكليات ونعم. صحيح. نعم. ندرس هالموضوع. مرن. نعم. ممتاز. لكن ست فيوليت، كلمة أخيرة قبل ما نختم مع دكتورة نجاة.
أنا بس طلعنا بتوصيات إذا لاحظتي إذا سمعتي هيك أكيد كنت عم تابع. بس بدي أقول إنه الإقصاء التاريخي اللي صار للمرأة أعطونا حق الانتخاب ب52 فتنا بشكل خرجول بال91 اليوم عندنا 8 نائبات في تقدم أكيد من بعد الحديث اللي عم نسمعه مجلس النواب نشيط جدا. أنا بدي أقول للمرأة بشكل عام إنه هي بدها تكون حقيقة مؤمنة إنه قادرة تغير، مؤمنة إنه هي قادرة عندها دور كبير بتغيير المجتمعات من خلال التربية في المنزل. المرأة ما نقصها تعليم وما نقصنا نساء كفؤات أبدا، نقصنا فقط إنه نتضامن، نقصنا فقط إنه نكون قادرين بالواجهة الأمامية. مثل ما شفنا النساء بالثورة سنة 2019، الثورة كلها كانت صور للنساء، نفس الثورة اللي شفناها فينا نشوفها اليوم لإنصاف المرأة اللبنانية، لنبطل بآخر أقل مشاركة للمرأة العربية في السياسة في العالم حاليا. إذا بدنا نحكي اليوم بالإحصاءات اللي عم بتصير، ما نقصنا شيء أبدا لا البرلمان شوف بدل 18 و28 إذا كنا اشتغلنا مع بعضنا وعملنا الثورة اللي شفناها، وأكيد نحن قادرين. شكرا ست فيوليت. دكتورة نجات، بدنا منك هيك توصية كمان مثل اللي طلعنا فيهم ختاميا بالحلقة نقاشية. توصية لحل عملنا بالبرلمان يا ما توصية للكوتا الاثنين ليش لا، بس باختصار كلي لأنه نحن تخطينا الوقت المسموح لألنا. بس بدي أقول لجوال أنه 118 على سيح نواب بال 2018 يعني 5% من البرلمان، و157 على 8 كمان 5%، بعدنا كتير بعاد انه نجيب عدد كبير من النساء. بدنا نشتغل سوا اكيد جمعيات ونساء، نحن عنا صبايا بينشاف الحال فيهم وكلهم ناشطين وكلهم شاطرين وكلهم قادرين يوصلوا، بس بدنا نفرض الكوتا على الاحزاب كلها، لانه النساء اللي تقدمت للانتخابات وما كانت مدعومة من حزب ما قدرت وصلت. هيدي شغلة لازم ناخدها كعبرة ونفرض على الأحزاب حتى من احنا نشتغل على تقديم النساء، وهن قادرين أكيد وما ناقصهم شيء. شكرا دكتورة نجات. ختاما دكتورة عناية معي. بس بدي أقول بتقرير التنمية العالمية اللي صدر السنة بيقولوا هذه المرحلة هي مرحلة من هون لكم سنة جاية مرحلة لا يقين الانسرتنتي بسبب هالركود الاقتصادي، الجائحة والتكنولوجيا المعلومات يلي فرص عم تقدم فرص بس صح في اشياء unexpected والتغير المناخي. وبيقولوا كمان انه هناك يعني تراجع كبير في مستوى التمكين في العالم يلوح في الأفق، فما بالكم ببلادنا يلي أسس التمكين وخاصة للمرأة هزيلة وهشة جدا. من هون مطلوب أنه بكل خطط التعافي يلي هي رافعة للمرأة أنه يكون البعد الجندري حاضر فيها من المرأة إلى الفتاة وفي كل جوانب الحياة. لازم يحطوها بخطة التعافي كمان هيدي. ما هذا اللي عم نقوله بوضوح طبعا. بوضوح طبعا يعني وبالموازنات بجزء في خطة بجزء اساسي وبالموازنات طبعا طبعا، والا المجتمع رح يضل اعرج. شكرا لهالاقتراحات القيمه. بنشكر مؤسسه ميشي دياق اتاحت لنا فرصه نقعد سوا هيك بهذا النقاش المثمر ان الله راد، ومنتابع بلقاء اخر. شكرا شكرا لكم ولكل مين تابعنا. شكرا شكرا.